حسين الجنايني محكوم عليه بالإعدام غيابياً لقتله مهران الدكش. ظني طلع في محله. اطلب لي مديرية الأمن على التليفون يا كمال أفندي. ليه بس يا باشا؟ عشان أبلغ عن واحد مجرم هربان. بس ده يا باشا حمى ابن سعادتك ووالد الست لبنى. عارف. عارف يا كمال أفندي إنه يبقى أبو مرات ابني. بس الحكم لسه ما سقطش. والقانون لازم ياخد مجراه. اطلب لي مديرية الأمن على التليفون. بس بقى. عباس أنا آسفة. على إيه؟ على كل اللي عملته فيك وعلى العذاب اللي أنا سببته لك. حقيقي ما كانش قصدي. أنا كنت خايف على أولادي قوي. ربنا يخليك ليهم يا نهاد. أنا زعلان لك قوي. بس يلا اقعد ساكت. مش واخد بالي. ها؟ عامل ايه دلوقتي يا بيبرس؟ الحمد لله احسن يا دكتور. عظيم. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا دكتور، البركه فيك، احنا مش عارفين نشكرك ازاي والله. انا مش بتكلم على بيبرس، بتكلم على الجائزه. جائزه ايه؟ جائزه الدوله اللي الكتاب بتاعك اخدها. دي صورك في كل جرايد النهارده. خير يا سعادة البيت، هو بقى مهم للدرجة دي؟ معلم له حراسة، ده جرايد النهاردة كلها ما نسينا غيره. مطلوب القبض عليه. خير بيعمل إيه؟ أنت بترغي كتير كده ليه؟ فين بيت؟ هي شقة الفود يا سعادة البيت، إذا أنا سعادتك ما قلتليش هو مخدرات ولا أموال عامة ولا تهمته إيه؟ ورايا. أنا من الأول وأنا مش مطمن للراجل ده. تنفيذ أحكام إيه تاني؟ ما نفذ كل اللي عليه، عايزين منه إيه بقى؟ ما تسيبه في حاله. في إيه يا محمود؟ خير؟ الحقيقة يا ماما بيدوروا على استاذ عباس، فاكرينه لطفي الجنايني. مش هو، مش هو يا حضرة الظابط والله العظيم، انا السبب في كل المصايب اللي عماله تقع على دماغه. انت ابنه؟ انا ابن لطفي الجنايني. الراجل ده مش هو لطفي الجنايني، ده واحد تاني خالص. واحد تاني يعني ايه؟ انا معايا امر بالقبض على لطفي الجنايني ولازم انفذه فورا. الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى يثبته هناك في المحكمة. الف مبروك على الجايزة يا بابا. الله يبارك فيك. انت جايزتي يا بيبرس. صراحة الجائزة دي من حق ليلى. أنا بجد آسفة يا بابا، أنا عملت عاملة وحشة قوي. بقى أنا اللي أنشر الكتاب باسم تاني غير حضرتك. المهم الكتاب طلع والناس هتقراه، هو ده المهم. طبعاً لازم يحصل تصحيح الاسم، لازم ننشر في الأربع جرايد إن المؤلف الحقيقي هو عباس الدميري. على فكرة نهاد بتتكلم صح يا جماعة، أنا بنفسي هروح بكرة أنشر التصحيح. ما تشغلوش بالكم، أنا كل يهمني إن أنتوا اللي كنتوا تعرفوا مش حد تاني. ألو؟ أي أستاذ عادل؟ ده الناشر. الله يبارك فيك. أيوة جنبي. طيب أوكي اتفضل. ألو؟ مبروك يا أستاذ لطفي، ألف ألف مبروك. أنا مش عارف أنت كنت مستخبي عننا فين. بيقول يا لطفي. متشكر قوي يا فندم، متشكرين قوي. لا لا لا، التلفزيون أنا ماليش في الحاجات دي. أصل أنا الحقيقة يا فندم عندي ظروف هنا ما أقدرش أسيبه. على الهوا كمان؟ لا يا بابا، لازم تطلع في التلفزيون تتكلم عن الكتاب. ايوه بابا، عشان خاطري. يا بابا صدقني انا بقيت كويس ونفسي اشوفك في التلفزيون. بابا ممكن التليفون لو سمحت؟ طب ليلى معاك. الو، ايوه استاذ عادل، هيطلع في البرنامج. حضرتك عايزه النهارده الساعه كام؟ خلاص هيكون عندك في الميعاد. باي باي. ايه يا بنتي، انا مش هروح. قلت لك عشان خاطري يا بابا. بابا محمود تعال يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا استاذ بيبرس. الله يسلمك يا محمود. انت عرفت تيجي هنا ازاي؟ رحت البيت عند الاستاذ محرم قالوا لي ان كلكم هنا. ده محمود ابني خطيب بنتك ليلى. اهلاوي جوزها ايه؟ بابا انت لازم تمشي من هنا. امشي ايه؟ ده انت اللي مش هتمشي من هنا يا استاذ. البوليس لسه نازل من عندنا بيدوروا على ابويا لطفي الجنايني. بس ده لا لطفي الجنايني ولا هو ابوك. وهنثبت ازاي انه مش لطفي الجنايني؟ بابا ارجوك لازم تهرب. اهرب ليه يا ابني؟ محساب لطفي الجنايني كله خلصته فاضل حاجه. لسه يا بابا، حكم بالاعدام لسه ما سقطش، لازم تهرب لغايه ما يسقط. احسن حاجه انك تروح الشاليه بتاعنا في البحر الاحمر.
ايوه مظبوط، محرم خد عباس واطلع على هناك على طول. فكره هايله يا نهاد، يلا بينا عباس. يا اخوانا كده ديون لطفي الجناني تقلت عليا قوي، اول ما شفته اتدينت له بحياتي، دلوقتي انا مدين له بالاهم، كل الحب اللي باين في عينيه كلها.